تعالوا بقى يا حضرات نروح للقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مجموعة من الأبطال الرياضيين الحاصلين على كم يعني هنقول معقول من ميداليات مختلفة في الدورات الأولمبية والبطولات العالمية في مختلف الرياضات. اجتمع بيهم عشان يبحث معاهم وبشكل مباشر ما بينه وما بينهم كافة المتطلبات اللي هم محتاجينها والخاصة بالتدريبات والاستعدادات كمان الخاصة بالمشاركات المرتقبة لكل اللاعبين واللاعبات والمنتخبات المصرية في مختلف البطولات العالمية المقبلة طبعا ولا سيما الدورة الأولمبية المقبلة باريس 2024. تعالوا نتعرف على تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل. هو الهدف إن أنا أسلم عليكم تاني أبطالنا ونجوم مصر اللي رفعوا اسم مصر يعني عالي، وكمان يبقوا معانا كده سفراء الفترة القادمة بغض النظر ان كل يعني كل واحد له كارير بتاعه من الأبطال الأولمبيين السابقين سواء في التدريب او في الإدارة، لكن ازاي ان احنا نعمل كده نقاش نبدأ منه بسيمينار نعمل ايه علشان نطور الفكر الأولمبي والاستعداد للأولمبيات والإحساس النفسي اللي بيه. احنا كمان نتعاون مع اللجنة الأولمبية ومع الاتحادات، لكن انتوا تكلموا رسالة لكل الشباب اللي بيستعد ل 2024، يعني اللي أنا شايف النهاردة منهم سيف وادي سارة. طبعا أنا زعلانة في الأول، طبعا الكاراتيه خرج من أولمبياد 24 بس دخل تاني أو رجع أو اتشال الوقفة عن رفع الأثقال، فأنا متوقعة أن بإذن الله رفع الأثقال في الدورة اللي جاية هيعمل نتائج مبهرة. متوقعة برضو في الخماسي أن ممكن أحمد الجندي ومعاه حد كمان يعمل ميدالية زي ما عملوا في الأولمبياد اللي فاتت. طبعا المصارعة والتايكوندو دول يعني أبرز الرياضات اللي ممكن نقول أن هي ممكن تعمل نتائج في الدورة اللي جاية بإذن الله. انا مبسوطه قوي علشان حق اللعيبه ما ضاعش وتعبهم كمان ما ضاعش، واتمنى ان شاء الله ربنا يوفقهم ساره سمير او محمد ايهاب او بقيه اللعيبه اللي كانوا موقوفين. بجد يعني انا لو كنت مكانهم اكيد كنت هبقى متاثره ومتضايقه ان هو مجهودي وتعبي يروح كده على الفاضي وافضل كذا سنه قاعده في البيت، فبصراحه مبسوطه ليهم قوي، اتمنى ان شاء الله يعملوا مزيد من الانجازات ان شاء الله. طبعا حاجه كبيره جدا، يعني انا حلم يعني في منتهى السعاده وحلم حياتي. طبعا انا كنت العب بطوله عالم على ارضي، فبالنسبه لي دي حاجه يعني مره في العمر تحصل طبعا ان بطوله عالم تكون موجوده. طبعا السلاح يمكن كان دايما دول في اوروبا بتنظمه وممكن دول في اسيا، انما يبقى في دوله افريقيه ومصر تنظم حاجه زي كده حاجه كبيره جدا. مصر نظمت بطوله عالم ناشئين وحققت نجاح كبير جدا جدا جدا، العالم كله شاد بيه، ويمكن ده اللي خلانا نقدر ان احنا ننجح في تنظيم بطولة عالم للكبار. فخور جدا ان هيكون في بطولة في ارضي، اهلي يكونوا موجودين، صحابي يكونوا موجودين، ويا رب اقدر اساعدهم يعني.